ربي يفرج على زياد. ومرة أخرى نحن أمام تجاوز القانون. علاش؟ لأن القانون المكافحة قانون الإرهاب تاع 2015 في فصل 37 يقول لك ويستثنى كذلك الصحفيون وفقا لأحكام المرسوم 115 أيه. المؤرخ في 2011 أيه. أيه. المرسوم 115 في الفصل أيه. 11 يقول لنا كونه مصادر العمل الصحفي محمية. احنا ما نعرفوش علاش في قاسم ما عرفش مش يقولوا للمصدر نتاعك. ها والخنا نعرفوا تعرف علاش نعرفوا؟ لانه اذا تم طلب زياد الهاني من اجل استماع الى ما قاله فقد قاله في وسائل الاعلام وتبث وشافته توانس، اعطى استنتاج او اعطى معلومه واعطى قراءه لاخبار ان هناك امكانيه لان تتحرك ماكينه الاغتيالات، قالها قال هذه معلومه لا يمكن ان تسائله عن مصدر. انا شبه متاكد انه زياد لن يكون في موضع محاجة قانونية أو اتهام قانوني. لا تبارك الله أستاذنا. هو أنا أعتقد وشبه جازم إن شاء الله ما يكذبني حتى معطى في قادم الأيام أو في قادم الساعات أو في قادم الدقائق أنه زياد معناها لا أعتقد أنه توجه له تهمة. هو قال عندي ما يفيد أنه ممكن ماكينة الاغتيالات تعود. أنا في تقديري العادي والطبيعي أنه الأجهزة الأمنية تحاول تسأله، هذا العادي. لا.